هي مدينة عرفت منذ القرن التاسع عشر بأهميتها الاقتصادية وبمعالمها التاريخية التي تشهد على أصالتها وبكونها قبلة لكل باحث عن لقمة عيش في ربوع المملكة المغربية. هي مدينة الدار البيضاء أو كما يطلق عليها الإسبان كازابلانكا. لكننا اليوم أصبحنا نعاني من النفايات والأزبال التي تتراكم في جنبات الشوارع الأزقة. أصبح من النادر أن تتجول في شوارعها دون أن تقع عينك على أحد المطالع الخاصة بالأزبال. قمامة تتطاير هنا وهناك، وأكياس مملوءة بالقاذورات وحاويات مكسرة لا تصلح للاستعمال. هذه الأخيرة أصبحت تحتل مساحة مهمة من الأزقة والممرات، وساكنة لا تجد أين ترمي أزبالها فتضطر لرميها في الشارع العام. هذا المشهد أصبح يتكرر كل يوم حتى أضحى شيئا مألوفا لدى الساكن. نحن الآن بمكان نطلق عليه اسم زبالة مديورة، فهذه الأخيرة هي المكان الوحيد والمخصص لجمع ورمي مخلفات مدينة الدار البيضاء، كما أنها مكان لكسب لقمة العيش لفئة معينة من المجتمع والذين يطلق عليهم اسم بعار. اسم ضروري يديروا شي واحد، هما دابا راه شي دور فينا هما برك دابا شي واحد ها. ودابا انا لا بغيت نلوح هادشي غنلوح ولا ما غنلوحوش، راه هذا هو المشكل، راه ما كاينش لي المراقبة. دابا هادو علاش يجيو هنايا؟ راه المقدم وداك الشيء راه يجيو على حساب الفهم، بنادم ما يسرحش ليهم هنا على البقار وعلى داك الشيء. اما النظافه راه ماشي يهضروا مول، هما ماشي يتسوقوش كاع النظافه. كنا نمشيو لواحد الحلقه، واش كيقول واحد 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 الانسان في هذيك الحلقه؟ واحد القصه كيعاودها هذيك القصه، وبالاختصار كيلحق لواحد المقطع اش تيقول ترى يا المسلمين، ترى يا المسلمين راكم غاديين مغدورين، ترى يا المسلمين راكم غاديين مقهورين. وراحنا احنا لحقنا على هذا الشيء. انا كنت كنسمع صغير ولد 14 عام عام 66 67 هذه الهضره هذه كنت كنسمع. ومن طبيعي الحال الناس اللي خدامين بالزبل مكرفسين. علاش ما مكرفسين؟ راه مكرفسين واحد التكرفيسه لا يرثى لها. واش عباد الله السيد تعطوه مارت 46 ألف ريال في الشهر وينوض مع الفجر تينوض كاين دابا كاين بعض المواطنين، يعني ما نكذبش عليك، تاهما مهملين ماشي جاي حاشا كيلوح بالزبل في هذيك البركاسه، كيجي كيلوحو تيجي تا الاخر تا هو كيلوحو تما، تيجي هذاك السيد ديال اللي خدام حاجه في الزبل تيجي يجمع داكشي. ديك الا هادي راه كانت موطور، عندها موطور. واه
ولادي اصحابي راه ما نكذبش عليك راه كاع الدراري عندنا مرض كله مرض مرض ولا انا مرض انا ما كنتش بحكم خليت انايا وكان جوله نضطروا كان جوله حاشاك الزباله خاليه راه هي وكان يلاه كنصوروا ديك على ديك 30 درهم ولا 40 درهم في الماريات وعندنا خمسه اولاد بمغادرة إلى مطرح النفايات نصادف عددا كبيرا من الشاحنات المخصصة لجميع الأسباب التي لا تتوفر على أبسط الشروط الأساسية لجميع ظاهرة التلوث في مدينة الدار البيضاء لا تقتصر على الشوارع والأزقة بل تتعدها لتطال الماء والهواء إذ نجد بعض البحيرات المائية وبعض الشواطئ القريبة للمجمعات الصناعية ملوثة حتى أصبحت لا تصلح للسباحة. وخلاصة لمشوارنا الذي اكتشفنا فيه ماذا تلوث ومعاناة مدينتنا من ظاهرة الأزبال التي أصبحت تؤرق كافة سكانها مما يجعلنا نطرح تساؤلا هل المواطن البيضاوي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية؟ وهل يمكن لشوارع وأزقة الدار البيضاء أن تصبح نظيفة وخالية من أزبال يوما ما؟